اكثر ما يؤسف لي يا استاذ نشأت في ال7 سنين اللي فاتوا وال8 سنين اللي فاتوا بعد ثوره 25 يناير وحاله الانفلات الاعلامي والاخلاقي اللي احنا شفناها، انه فوجئنا انه بدل ما السوشيال ميديا بتاخد من وسائل الاعلام التلفزيون والراديو والصحافه، فوجئنا انه الصحافه والتلفزيون بياخدوا من السوشيال ميديا، وده اخطر شيء ممكن يتعمل. يا استاذ اسامه، هل ده بسبب ضعف المهنيه وضعف المستوى المهني للقائمين على الرساله الاعلاميه، ولا استسهال، ولا في مخطط لبث هذه الاخبار لدى هذه الرسائل؟ ده انا ما اعرفش اقول كلام ملتوي، انا هقول لك بسبب حاجتين، اتنين. واحد، انه المهنيه ضعيفه. اتنين، ان المعلومه ناقصه. والمعلومه الناقصه دي بالذات في حاله الازمات، لو انت ما قلتش اول واحد كمصدر رسمي، تاكد انه في خلال دقائق هيكون 100 روايه طلعت حول الحدث اللي انت منقص منه المعلومه ده. وبالتالي انت ما تقدرش تطالب الناس انها تستنى، انت المعلومه عند البني ادم دي زي كوبايه الميه. هتشربها يعني هتشربها، انت في حاجه الى الماء. صحيح. الحاجه دي بتزيد في حاله الازمات، ففي حاله الازمات اذا انا ما طلعتش قلت فورا انه في الحاله الفلانيه دي حصل كذا وكذا وكذا، غيرك هيطلع يقول، وفي الغالب هيقول غلط.